نعود من الفضاء والهواء، نذهب إلى أين؟ جسم الإنسان. الجهاز الهضمي مشاهدينا يحتوي على مجتمع واسع من البكتيريا والفطريات التي تعيش في كل زواياه ولها تأثير كبير على الجسم. تعرف تلك الكائنات المتعايشة داخل أمعاء الإنسان بميكروبيوم الأمعاء، ويعمل كحاجز ضد الميكروبات الضارة، كما يساهم في الحفاظ على وظائف الأعضاء. إن العلامات التي تدل على وجود خلل في ميكروبيوم الأمعاء اضطرابات في المعدة أو تغيرات في الوزن أو حتى مشاكل في النوم والتعب المستمر. ولم يعد التحكم في صحة ميكروبيوم الأمعاء يحتاج لفرض مزيد من القيود والقواعد الصارمة على الطعام، وبدلا من ذلك ينصح الأطباء في اتباع حمية التنوع الغذائي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض عديدة. فما هي هذه الحمية؟ لنتابع. وتنضم إلينا عبر سكايب أخصائية التغذية لجين أبو شادوف من الدوحة. صباح الخير لجين، صباح أهلا الخير بك معنا لجين. مجددا. لجين، يعني ربما استمعتي معنا، هناك حمية جديدة تعتمد على أكل 30 نوع من الخضار والفاكهة والمشي أو النشاط ل 30 دقيقة، وأن يأخذ الإنسان أربعمية البروبيوتكس بنسبة 30 جرام، وهذا يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء. ما رأيك بذلك؟ يا ريت طبعا. وهذا الاشي احنا دائما بنحاول انه ننادي فيه بدون مسمى معين، يعني احنا دائما بننادي بتنوع الاكل، ما يكون اعتمادنا فقط على النشويات البسيطة بالاكل زي ما هو الان العادات الدخيلة اللي صارت على نظامنا، انه احنا بناكل كثير من المخبوزات وبناكل كثير من الارز بدون ادخال الكثير واهمال الكثير من الخضروات يعني باكلنا. فإحنا صرنا ندعو إلى إدخال الخضروات بدل ما ندعو إلى التنوع، قد ما الموضوع صار يعني سيء جدا. فأنا مع هذا النوع من الحميات على إنه يكون نظام حياة يتبع فيه. للمعلومة، من في بعض الدراسات ذكرت بأنه ممكن يكون هناك تأثير على ذكاء الطفل بسبب الأكل اللي بتاكله أمه، بالاي كيو يعني، وموضوع كان مرتبط بالامعاء، فالموضوع ابدا مش بسيط، معقد ولكن حله سهل. لجين صباح الخير. المعروف دائما بموضوع الفواكه بانه في الحميات غالبا لا ينصح بجميع انواع الفواكه، يتم تحديد نوع ما او نوعين او ثلاث او اكثر. هنا عندما نتحدث عن 400 جرام من الفاكهه والنباتات والخضروات وغيرها، يعني ما هي الكميه؟ يعني تعلمين ممكن واحد يقول 400 جرام معناته تفاحتين وموزه وما اعرف شو كذا وشويه خضار وغيره من يعني النباتات. هل هناك كميه معينه؟ هلا انا ضد تحديد الكميه لسبب احمد، انا سبب انه احنا في عندنا اختلافات، ما بنفع انه احتياج احمد يكون نفس احتياج مدى، ما بنفع، مستحيل يعني. اولا ذكر وانثى أكيد هو اعمار مستحيل، مختلفه. أكيد معك حق. حتى لو جبنا احمد وتوام احمد برضه نفس الشيء، غالبا انه شخص احتياجه مختلف بناء على نظام حياته، ممكن يكون بيدخن او ما بيدخن، محتاج الياف اكثر مثلا بناء على حركته، نشاطه مثلا البدني ممكن يكون اقل، يعني الموضوع يعني لا يحدد بالارقام، لكن احنا بنحكي يفضل
بانه ما ينزل معدل الالياف اللي باليوم عن 38 جرام يوميا، طبعا زي ما حكيت لك بناء على العمر والجنس واللايف ستايل. بس نحدد، لا، وبالنسبه لموضوع الفواكه كمان انا طبعا ضد انه احنا نحدد فواكه معينه او ما تفوت على نظامنا بعض الفاكهه بسبب انها هي بتزيد الوزن، لانه بالاخر احنا ندعو الى التنوع. الكميه هي المفتاح هون، يعني احنا قديش ناكل من الفواكه اللي ممكن يكون سكرها عالي وقديش نكررها، بس نمنعها لا طبعا، لانه هي لم توجد حتى يعني نهملها وما نستفيد من خيرات. اكيد. طب لوجين، التقرير تحدث عن الياف البروبيوتكس، ما هي الياف البروبيوتكس ومن اين يحصل عليها الانسان؟ يعني هل يحصل عليها عبر الغذاء ام انه يجب ان يتناول مكملات؟ هلا احنا البروبيوتكس موجوده اصلا باكلنا. نعم. موجوده باللبن مثلا. نعم. موجوده ب فهي موجودة بمنتجات حيوانية وموجودة بأشياء اللي متخمرة زي اللبن. هلا البروبيوتكس، إذا إحنا برجع لموضوع التنوع، إذا إحنا متنوعين بأكلنا، يعني مثلا ناخذ مخللات، ناخذ لبن زي ما ذكرت، بيكون إحنا عم ندخل هذا الإشي بطريقة طبيعية على جسمنا، ما في داعي إنه إحنا ناخذه كمكملات، خصوصي إذا ما كان في عنا اي اعراض بتدل على انه احنا بنعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي او بالأمعاء. ولكن في بعض الاحيان يعني عندما يتناول الشخص مضادات حيويه ينصح الاطباء حتى في الاطفال باخذ مكملات، يعني هل يرتبط ذلك فقط بالمضادات الحيويه للمحافظه على صحه الامعاء؟ هلا لنشرح هذا الموضوع للمشاهدين، احنا بدنا نحكي انه الشيء اللي احنا بنحكي عنه او ما يسمى ببكتيريا الامعاء هي بالاخر بكتيريا، فمضاد الحيوي حيقتل البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره، عشان هيك بتتاثر البكتيريا النافعه بالامعاء، فعشان هيك بنصح الاطباء بان هم يعني يحطوا الشخص على ممكن نظام او مكملات تدعم صحه هاي الامعاء حتى انها ترجع تتكاثر مره ثانيه لاهميتها طبعا. نعم. ودورها الكبير بالجسم. فنعم ممكن انه احنا نضطر ناخذها اذا كنا على كورس طويل من مضادات الحيويه، لانه بالاكيد هي ممكن تاثر عليها، لانها بتاثر زي ما ذكرت على البكتيريا الضاره والنافعه. طيب اللوجين، هذه حميه الغذاء المحافظه على الامعاء او الجهاز الهضمي وغيره، كنا نتحدث عن موضوع نباتات، خضروات، 400 جرام فاكهه وغيره. شمولية المكسرات، موضوع نسمع دائما أيضا بأنه هناك بعض التوابل لا ينصح باستعمالها في بعض الحميات، هل إذا كان هناك كما ذكرتي في البداية نظام صحي متوازن معقول جيد لا مشكلة بموضوع المكسرات، موضوع القهوة، حتى التوابل، البقوليات ايضا وحتى البذور، يعني تعرفي يقال بانه تحتوي على الكثير من الزيوت، وانا باكل كثير بزر يا لوجين. حاول تراد مجانيه على الهواء، لا لازم انا وياك. البذور هي صحيح معك حق، هي مصدر للدهون هي والمكسرات، فالناس ممكن انه اذا هو شيء صحي فناكل منه كثير، لكن كل شخص لازم ما يحرم حاله من شيء، يعرف كم احتياجه بناء على استشاره طبعا اخصائي، او حتى في مواقع جدا هلا بتحسب لنا احتياجنا على النت، يعني باي ذا واي وبطريقه سهله جدا. ممكن احنا نعرف ايش مسموح لنا ناكل من كل شيء، لكن ما في شيء ممنوع. المكسرات لها فوائدها طبعا، والبذور كذلك، وغنيه بمضادات الاكسده وغنيه بالدهون الصحيه اللي هي حتى ما بدي احكي، هي طبعا سعراتها نفس سعرات اي دهن اخر، لكن فوائدها عاليه، غنيه بفيتامينات الذائبه بالدهون. فما بنقدر انه احنا عشان نعمل نظام لنزول الوزن او حميه معينه نفقد جسمنا من اي مغذي الا اذا كان عندنا حاله صحيه معينه. يعني في ناس بتحسسوا من بعض البهارات،
ممكن يسبب لهم تهيج مثلا بالقولون، ممكن يسبب لهم حساسية نعم بجسمهم. نعم فهون في عنا يعني لازم نسمع لجسمنا. صحيح، الحديث يطول لجين، والأكيد بأنه لنا لقاءات قادمة. شكرا شكرا جزيلا لك. جزيلا احنا لجاي. مشكلتنا بالحد الأخير، ما نعرف حدنا يعني فيه. تناول كل شيء نعم، باعتدال يا أحمد، باعتدال. شكرا جزيلا لك لجين، وشادوف أخصائية تغذية، كنت معنا. شكرا لجين.